السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ندى. النهارده ان شاء الله هنشرح او هناخد فكره كده عن كتاب قطر الندى في اللغه العربيه. هو ده الكتاب زي ما انتم شايفين، وده بيكون السعر بتاعه، ومفروض انه بيتباع مع كتاب الرياضيات، بس احنا اشتريناه يعني لوحده ب 35. لو مثلا هتشتريه مع الرياضيات هيبقى 59 جنيه. ده الكتاب. الكتاب بصراحة ممتاز جدا، عجبني جدا جدا، تقريبا احسن من كتاب سلاح التلميذ. هو ده بيكون في الاول كده، ده الكتاب الصف الثالث الابتدائي. هناخد فكرة كده مع بعض. يعني ده عبارة عن خط توزيع المنهج، بيبقى مدينا هنا زي كتاب سلاح التلميذ، برضو مدينا هنا خط توزيع المنهج في اللغة العربية في شهر اكتوبر، في شهر نوفمبر. وان شاء الله برضو هناخد مع بعض الدروس مع بعض، يعني بس مش دلوقتي، احنا دلوقتي بناخد بس فكرة عن الكتاب. هي دي كلها خطة توزيع منهج اللغة العربية، وده حول المنهج بيشرح ليكي هنا. يعني انت المفروض تتعاملي مع ابنك ازاي لو ما اشتريتك، لما تشتري الكتاب تتعاملي ازاي مع ابنك. يعني عزيزي ولي الأمر، لكي يتقن التلميذ اللغة يجب أن يتمكن من مهارات اللغة الفرعية، اللي هي طبعا القراءة والكتابة والاستماع والمشاهدة والتحدث والعرض. هو ده بقى كده حول المنهج كله. اهو كتاب ممتاز جدا، عجبني جدا جدا، شايفين؟ وفي خطوات تناول نصوص القراءة كمان، وكمان هنا مديكي باقي برضو اقرأ واكتشف الحاجات اللي هي لاحظ وتعلم. الحاجات دي كلها الاملاء، ولازم ناخد بالنا من الخط والتعبير الكتابي، لان التالتة ابتدائي طبعا المنهج بتاعها صعب شوية. فلازم قبل ما ابنك يكون دخل في لغة عربية تكوني متأكدة من الكتابة بتاعته، الحروف الابجدية، كل حاجه قراءته تكون صح، عشان يقدر ان هو يقدر انه يذاكر الكتاب كويس جدا. مديكي هنا انشطه عامه على ما سبق دراسته، يعني الحاجات اللي هو خدها السنه اللي فاتت، حاجات بقى اللي هي ايه، ان انت تطمني على ابنك اكتر. ودي ميزه حلوه قوي في الكتاب، ان انت تطمني على ابنك قبل ما يدرس المنهج الجديد في اللغه العربيه. انا مش عارفه هو الكتب كلها كده ولا لا، بس هو الكتاب ده حلو، يعني جاء عن توصيه يعني. فده دي عباره عن اسئله بتاعه السنين اللي فاتت، اللي هي عباره عن زي ما احنا شايفين كده، عبر عن كل صوره. مدينا هنا بوكي وورد، ومدينا الجندي والقطر، وبيقول لك عبر عن كل صوره مستخدمه اسلوب التعجب، يعني ما اجمل كده زي ما كلنا عارفين. ونشاط 2، اقرا ثم اكمل كالمثال. وهنا عندنا صيغ الكلمات المتشابهه في نهايتها، واقرا وقصدي كمل كالمثال، اكمل كالمثال. وهنا برضو أسئلة جميلة جدا، كتاب تحفة، كتاب رائع جدا. نيجي هنا أكمل برضو الحاجات اللي هي الكلمات المناسبة بالنسبة للجملة. أظهر النجوم في السماء، المفروض إن ابني يكون عارف الحاجات دي كلها، وتكوني مطمنة عليه كويس. لما يحل الحاجات دي كلها يبقى مش هتبقي محتاجة إن انتي ترجعي على الحاجات اللي فاتت. لو في مثلا مشكله معاه وقفت، نضطر ان احنا نراجع، ونبدا ان احنا نراجع الاسئله دي من اول وجديد. وده تقييم شخصي. بيقول لك هنا يقوم الطفل بتلوين اللوحه، تلوين اللوحه. وهنا تقرا الام لطفلها كتابا، والقطعه دي انا بحبها جدا، عليها اسئله حلوه جدا، اسئله يعني اسئله بتعلم الطفل الذكاء انه يفكر. بيقرا القطعه دي كويس. هنا ذهبت مريم الى، بعد ما بيقرا القطعه بيحل الاسئله دي كويس جدا، يعني بيبقى الاسئله دي حلوه، بتعلم الطفل انه يركز. طلع اللام الشمسيه، اللام القمريه، تاء المفتوحه، تاء المربوطه، هاء الضمير، وحرف الجر. ودي برضو قطعه كبيره عليها اسئله، برضو الاسئله جميله. لازم يكون عارف ايه هي الافعال، انواعها، ولام التعليل، والأدوات، أدوات الاستفهام، وأساليب النفي، والتنوين بالضمة، والحاجات دي كلها لازم يكون عارفها عشان يقدر ان هو يدخل المنهج مستريح.
تمام. هنيجي هنا برضو مدينا هنا أنشطة عامة على ما سبق الدراسة، وبرضو اكتب الكلمة تحت الصورة، الحاجات دي بتاعت أولى ابتدائي تقريبا، وبرضو نفس النظام تحت. وهنبدأ هنا بقى ايه الدرس ان شاء الله. هعمل معاكم دروس اللي هي يعني كل فيديوهاتي هنظم كل فيديو، كل درس هعمله فيديو ان شاء الله. ده درس من اكون، الحياة الصحية، موضوع الاول جسمي السليم، الدرس الكلمات معمولة هنا بالتشكيل حلوة جدا، لازم طفل يقرأ بالتشكيل علشان يقرأ صح، لان في كلمات كثيرة بتكون متشابهة، التشكيل هو اللي بيخليها توضح اكتر. والدرس اهو عمر طفل اجتماعي يبلغ من العمر وهكذا، كتاب حلو جدا سعره رخيص جميل ومليان أسئلة، وحتى هنا معاني كلمات، شايفين المعاني يعني المعاني كتيرة، كلمة ومعناها، الكلمة ومعناها، والأنشطة بتاعت قصة الاستماع اهو. درس يعني الكتاب قصدي جميل جدا، ممتاز ممتاز. اهو ده الاسئله برضو عليها عامله ازاي، وده درس جديد ادوات الشخصيه برضو درس. طبعا الدروس دي موجوده في كتاب المدرسه، بس هنا يعني للتشكيل بقى والاسئله العميقه. هي كتب المدرسه حلوه وكل حاجه، بس محتاجه ان مدرس او مثلا الام تكون واعيه، فتروح عامله قطع بالتشكيل، عامله الاسئله اللي هي موجودة هنا زي كده، طلع مثلا لام التعليل، طلع الفعل المضارع، طلع الفعل الماضي، طلع كده يعني. بس طبعا الكتاب بتاعنا المدرسة مفهوش الكلام ده، انا لسه ما جبناش الكتاب يعني، فلسه هنشوف ونبص عليه برضو، ان المنهج جديد هنا برضو اهو القطعة دي، وطلع لام الشمسية، طلع فعل الماضي مفرد وماضي بالالف، حرف الجر وأداة استفهام، اسلوب نهي وفعل المضارع والجمع، حاجات جميلة جدا تخلي الطفل يعرف. كمان عندنا هنا النشاط 7، رتب العبارات الآتية لتكون جملة مفيدة، وهنا برضو ادمج المقاطع التالية لتكون كلمات، أسئلة جميلة جدا. وبرضو هنا قطعة دي طلع منها الأدوات، ضمير، جمع، أداة. وعندنا هنا اكتب معنى الكلمة الملونة بين منشفتي، وطبعا لازم تشكيل علشان التشكيل هو اللي بيعرف المعنى الكلمة اكتر، والوقاية وعلاقته ومناسبة بتطلع معاني الكلمات دي. ودي اسئلة برضو، اسئلة هي جميلة برضو، اختر الفعل المناسب، يعني دي عبارة عن نبذة مختصرة كده عن الكتاب، وبعد كده هنعمل فيديوهات لكل درس ونوضح فيها الطالب معنى الكلمة والأفعال والحاجات دي، نطلعها مع بعض من القطعة. وده درس برضو صحتنا سر سعادتنا، سعادتنا اهي. ودي الأسئلة اللي عليه والكلمات، شايفين كتيرة، كلمة مضادها، الحاجات دي مهمة جدا. وتحليل نص في السؤال وجواب، تحلل، أسئلة ذكية وجميلة جدا، الأسئلة دي حلوة جدا، لازم الطالب يكون عارفها كويس. والكتاب عبارة أصلا كله عن أسئلة، كله أسئلة يعني يخلي الطالب يشتغل اهو، شايفين الأسئلة، يعني زي ما قلت لكم وبقرر ان احنا بناخد نبذة عن الكتاب بس، بعد كده هنبدأ ان شاء الله مع بعض الدروس. يعني الكتاب ممتاز جدا، سعره رخيص وممتاز ممتاز ممتاز يعني اهي، والغذاء الصحي كلها يعني دروس مفيدة، شايفين الدرس كله تشكيل، كله تشكيل. ومعلم عامل علامات حمراء على الكلمات اللي هي
تقريبا، يعني مش عارفه عليها كريم، اللي هي تقريبا هنا المعنى والكلمه اهي، يطهى يطبخ، يعني معلم، يعني مثلا واحنا بندي للطالب الدرس يعني نركز على الحاجات اللي عليها لون احمر دي، عشان دي معناها هيسهل على الطالب ان هو يقول المعنى الكلمه بسرعه من غير ما تبقى صعب عليه، يبقى عارف ان الكلمه معناها على حسب ايه موقعها في الجمله. ودي الاسئله اللي بتيجي على الدرس. وعندنا هنا انشطه قصه الاستماع، الاطعمه البحريه، طبعا الاسئله اللي جت على الدرس دي الاسئله بتاعته. عندنا هنا مثلا زي المأكولات البحريه قدمت للاخوين كانت، وطبعا الطفل لما يكون مذاكر الدرس كويس هيعرف يجاوب. ان شاء الله هنشرح الدروس دي مع بعض. اهي عندنا برضو الاسئله دي، يعني حتى ارسم دائره حول الاطعمه البحريه. شفت يعني لدرجه التركيز الدقيق قوي في الدرس. عندنا هنا طبق الطعام، ده درس برضو جديد اهو، معاني كلمات كتيرة، المفرد والجمع، الكلمة ومضادها، يعني كتاب حلو جدا. وعندنا هنا تحليل النص في سؤال وجواب، اللي هو من اين رجع خالد وماذا فعل عند رجوعه. فطبعا يعلم الطفل يجاوب إجابة نموذجية، رجع من مدرستي ونادى أمه يا أمي يا أمي إني جائع جدا. إيه تنوين بالضم، عشان بس الكتاب بعيد عن عيني، أنا بعتبر واقفة يعني وأنا بشرح الدرس عشان أعرف أنا بعمل إيه. وهنا القطع برضو أسئلة عليها، خلي الطفل ما ينساش، يعني ده انه عارف ايه ظرف الزمان، ايه تنوين بالكسرة. علشان المراحل اللي السنين الجاية الطالب ان شاء الله هيكون عنده امتحانات، فلازم يتعلم ان هو يحل الاجابات النموذجية. وايه دي الاسئلة اهي، اهي لاحظ وتعلم. الهرم الغذائي ده درس كمان اهو، دي معايا الكلمات والجمع والمفرد، ودي مضاد والكلمة مضادها، ودي برضو تحديد النص في سؤال وجاب وجواب. اللي بيدينا بقى مثلا لو الطفل في الامتحان جاله سؤال ما هو الهرم الغذائي، فيعلمه ازاي يحل، هو دليل يوضحه انواع الاطعمة المختلفة التي يحتاج الانسان اليها بشكل يومي. دي اجابة نموذجية من غير بقى ما يقعد يحور ويألف كتير. ربنا يعني على سنة كلها توفيق ونجاح لأولادنا جميعا يا رب. وادي أسئلة اهي، ربنا يوفقهم يا رب. فهو الكتاب ده حلو جدا لسنة تالتة ابتدائي، حلو يعني ممتاز، مش حلو بس، أنصح يعني بيه كل ولي أمر إن هو يجيبه للطالب. نموذج كتابة مطوية تمام بالكسرة اهو، ودي أسئلته. وبرده هنا نفس القطعة اللي بحبها، وروح الرياضية رياضيته. وادي درس اهو. على فكرة يعني لو في حد مش مقتدر ان هو يشتري الكتاب، ممكن تعملوا سكرينة للكتاب تصوروه، يعني ممكن مثلا بعد كده ان شاء الله في الفيديوهات الدروس الاولانية دي هحاول ان انا وانا بشرح كده اوضح لكم الكتاب كله، فممكن انت تنقلي الكتاب نفسه او ممكن تصوريه بدل ما تشتريه يعني اهو. وده درس انا صوريه اهو، يعني كتاب ادي معاني الكلمات. طبعا ركز على اللون الاحمر، اللون الاحمر في الدرس ده اهو لمناقشتي والبحثي، عشان الطالب يعرف معنى الكلمه، لان معنى الكلمه بيختلف على حسب موقعها في الجمله. ربنا يوفقهم يا رب كلهم اهو. وادي برضه تحليل، لازم التحليل بتاع الدرس، لازم التحليل النص في سؤال وجواب، تحليل النص في سؤال وجواب لازم الطالب يكون عارفه، لازم 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 عشان يعرف يحل في الامتحان، يتعلم او يتعود ان هو يحل في الامتحان. وادي قطع برضه، وادي الاسئله، كتاب كله اسئله، كتاب كله اسئله ممتاز. وادي اهو،
أصغر سباحتين، دي قصة يعني حقيقية. ومعاني الكلمات عليه تحليل نص السؤال وجواب، أسئلة كتيرة اهي. فعل ماضي لم قمري، لمن قمرية، قمرية. ادي الأسئلة اهي، وادي يعني اهو نموذج كتابة، كتابة قصة مصورة اهي، عبارة عن قصص يعني بكل صورة ليها قصة تحتها، وهنا بيخلي الطفل هو اللي يكتب القصة. طبعا نروح الرياضية، تمام، يعني كتاب كله شغل جامد، ربنا يوفقهم يا رب. وادي الكوكب الذي نعيش عليه، العالم من حولي، العالم ومن حولي، الاهتمام بعالمنا. وادي اهو ان شاء الله هعلمكم ازاي برضو تحسنوا خط الاطفال عشان خطهم يبقى حلو جدا. وادي اهو أسئلة، في منزلي فراشة تون، طيب ده تمام بالضمة. وإيدي اهو، مش عايز اصور عليك الفيديو، فده عبارة عن نبذة مختصرة عن كتاب قطر الندى او قطر الندى، اهو كتاب نشيد. في الارض حياة في الارض حياة الانسان تحلو، لازم نغنيها بقى واحنا بنقول نشيد عشان الطالب بيحفظش يعني مش بيحفظ الا بالغنى. واحنا صغيرين كانوا يغنوا لنا في الفصل كده، فكنا يعني نبقى مروحين حافظين، مش لسه هنحفظ ده نبقى حافظين. وهو برضو الاسئله قطعه والاسئله اللي تحتها. وادي درس اسمه السلحفاه البحريه، وادي الدرس اهو برضو تحليل الدرس في سؤال واجاب، وغابات البامبو. ادي القصه، شايفين معاني الكلمات اصلا هي شكلها خد، بس هو لما يكون حافظ كل معاني الكلمات اللي فاتت دي هيعرف، يعني هتبقى سهل عليه. هي شكلها خد بصراحه، بس احنا هنقسمها يعني مش هنحفظها كلها كده ايه خط لزق كده، لا اهو تحليل النص او الدرس فيه سؤال وجواب، قطعه عليها اسئله، وهنا اختار اجابه. اهو الدرس هو عباره عن، قصدي الكتابة عبارة عن أسئلة وقصص جميلة جدا، الدروس قصدي مفيدة جدا، الشعاب المرجانية. يعني هو يعتبر كل درس عليه نفس الأسئلة، نفس يعني فكرة الأسئلة. نموذج كتابة، خبر في جريدة، كتاب كله شغل، لازم شغل جامد يعني مع الطالب، مينفعش دلع خالص، وبرده مش ضغط يعني. احنا هنحاول ان احنا هتبقى كلها حاجات ترفيهية، الطفل يعني مش هينضغط، لازم نحببه في كأنك بتحكي له درس، يعني درس انت بتحكيه، مش احفظ اعمل ايضا من مبتكر، كلها كأنها قصص، زي كأنك بتشغلي التلفزيون او التي في وشغلي كرتون، انت تعملي نفس الحوارات دي. ايه طبعا نسبة الفرجة على التلفزيونات والحاجات الموبايلات هتقل خالص، لان زي ما انت شايفين المنهج متجر النفايات اهو، لكن كلها جميلة. يعتبر ان خلاص استنى نهاية الكتاب. نموذج كتابة رسالة، رسالة اقتراح، عشان ببص في الموبايل وببص في الكتاب. وهنا اهي الدرس برضو، الأسئلة والقطعة عليها الأسئلة، كتاب ممتاز ممتاز. وهنا أنشطة تدريبات عامة بقى كده، بقى انت ايه خلصنا عليه من أنشطة تدريبات عامة، قيم نفسك. طبعا مع كل درس جديد بناخده ونرجع الدرس القديم عشان الطفل ما ينساش. وبس ده الفهرس بتاع الكتاب اهو، يعني كتاب ممتاز جدا وحلو جدا، انصح بيه اي ام انها تجيبه، كتاب قطر الندى. وان شاء الله ربنا يجعلها كده سنه سعيده على كل الطلبه، بالتوفيق والنجاح يا رب. اتمنى ان شاء الله الفيديو كان عجبكم. لو عاوزين ان انا استمر في الفيديوهات دي وشرح الفيديوهات،
يعني دعما لايك واشتراك للقناة وبس. وأنا اسمي ندى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.